السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان، كيف حالكم؟ غندير الدرس 15 إن شاء الله، وكنت من تتابعوا الدروس اللي فاتين قبل، راه كاين 15 درس بهذا إن شاء الله. رجعوا القناة تلقاو جميع الدروس، وما تنساوش قبل ما نبداو إن شاء الله ما تنساوش ديروا اشتراك لما ما اشتركتوش في القناة، الناس الجداد يشتركوا باش ديما توصلوا بالجديد. غنبداو على بركة الله. جدي أبريفيا جدي 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 هي أبريفيا جدي جدي. جدة هي بالريفية حنة 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 حنة. جدة هي بالريفية حنة. أمي أو بالعربية الوالدة هي بالريفية يمة 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 يمة. أبي ولا بالعربية الوالد، الوالد هي بابا بالريفية بابا بابا بابا. أخي بالعربية خويا، خويا هي بالريفية أوما 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 أوما. أختي بالعربية أختي أختي بالريفية أوتشما 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 أوتشما. ابني ولا ولدي هذه ابني ما عرفش كيف تبدلت انايا، استسمح، ولكن ابني هي امي. اسمح لي استسمح، حيث بالعربية كك ابني بحال هذاك الشيء، كنعاود نكتبها بالفرنسي حيت بحال ما كتبان لكم امي، ولكن امي بالريفية امي امي امي. اللي ما فهمهاش يكتبها لي في التعليق ونعاود عليه. ابنتي هي بنتي بالعربية، بالعربية بنتي، وبالريفية إتشي 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 إتشي. خالي خالي بالريفية هي خاري خاري خاري. خالتي خالتي بالريفية خاتشي خاتشي خاتشي. عمي بالريفية عزيزي 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 عزيزي. عمتي عنتي عنتي عنتي. زوجي بالريفية أيازينو أيازينو أيازينو. زوجتي هي طمغاثينو طمغاثينو طمغاثينو.
ابن الأخ ميس أوما ميس أوما ميس أوما ابن الأخت ابن الأخت يا ميس أوتشما ميس أوتشما ميس أوتشما ميس أوتشما بنت الأخ بنت الأخ إتشيس أوما إتشيس أوما إتشيس أوما إتشيس أوما بنت الأخت بنت الأخت هي إتشيس أوما استسمح ماشي إتشيس أوما ولكن غلطت فيها بنت الأخت هي إتشيس أوتشما إتشيس أوتشما إتشيس أوتشما نعاود نكتبها إتشيس أوتشما إتشيس أوتشما هي إتشيس أوتشما حفيد هي أيو أيو حفيد هي أيو أيو بالنسبة حفيدة هي تيوت 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 وهنا وصلنا لنهاية الفيديو الإخوان كنتمنى يعجبكم وما تنسوش دير أبوني باش ديما توصل بالجديد وتفعل زر الجرس باش ديما إن شاء الله توصل بالجديد ومع السلامة.